نحن الآن في عصر الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية هي أهم أجنحة هذا الاقتصاد. الصين تلعب على المستوى العالمي دورا بارزا في بناء منظومة تجارة إلكترونية عالمية، وبالتالي أرى الفرص من التكامل العربي الصيني. أو الفرصة الأولى هي السوق الضخم جدا، الصين بلس زائد الدول العربية تقترب من 2 مليار مستهلك. إذا أخذناها خلال السنوات القادمة سيصل العدد إلى 2 مليار مستهلك، وهذا فرصة كبيرة جدا للشركات والدول إنها تعزز من هذا التعاون. لدينا الخطوة الثانية، التطور الصيني الرقمي، التطور الصيني الرقمي والتقني، ومنظومة التجارة الإلكترونية تعتبر المنظومة الأولى في العالم من ناحية منظومة المنتجات، من ناحية منظومة الدفع، من ناحية المنظومة اللوجستية. والدليل على ذلك أنه الآن من أكبر 5 شركات في العالم هناك 3 شركات صينية هي اللي الرائدة في موضوع المبيعات وفي موضوع السيطرة أو الدومينيشن أو التمكن في الاقتصاد. أيضا نرى في موضوع التكامل كما ذكرت، أيضا نرى في موضوع التعاون البيني بين الشركات هذه، لابد أن يعني هناك تعاون بيني ما بين الشركات للاستفادة من التجربة في الجهتين الصين والدول العربية. إذا نظرنا للتحديات، يأتي التحدي الأول في موضوع الخصوصية وحماية البيانات، هذا تحدي كبير جدا لأنه ما زالت التقنية في بدايتها، وكما ذكرنا أنه أحد الفرص هي التحول الرقمي، وهذا التحول متسارع جدا في ظل خاصة في ظل كوفيد حصل تحول وتضاعفت الأرقام، وبالتالي هذا التسارع جدا لا يوفر بيئة لتطوير أيضا الحماية والأمن السيبراني كما ذكرنا. أيضا هناك من الصعوبات والتحديات البنى التحتية ما زالت غير جاهزة، مثلا ربما في الصين البنى التحتية جاهزة وعلى الدول العربية الاستفادة من هذا الجانب. أيضا في موضوع اللوجستيات ما زالت الدول العربية تحتاج المزيد من البنى التحتية، ونرى هناك مشاركات كبيرة جدا في بناء المدن اللوجستية، في بناء المنظومة. في المملكة العربية السعودية الآن هناك ثورة لوجستية في المدن والمناطق بالاتفاق أيضا مع الحكومة الصينية والشركات الصينية، كذلك في الإمارات وفي قطر وفي مصر وفي الدول العربية كامل بدأ نرى بأم عيوننا هناك تكامل واستفادة من التجربة الصينية في هذا القطاع. التكامل العربي الصيني والاستفادة من التجربة الصينية أراها ضرورية جدا في هذه المرحلة لنقل الاقتصاد، لأنه التجارة الإلكترونية من أهم فرصها أيضا لما أذكرها سابقا أنها توفر لفرص عمل. العالم العربي نسبة البطالة فيه عالية جدا، وهذه التجارة الإلكترونية توفر فرص عمل للناس من البيوت من المنازل، لأنها لا تحتاج إلى الخروج، تساعد أيضا في نقاء جاء الهواء والاقتصاد وتسهيل انسياب الاقتصاد بشكل مرن وسلس. وعليه أرى لابد من هناك من اهتمام على المستوى العالي من الشركات، من الدولة، من الشركات، من الأفراد لتعزيز هذا التعاون في مجال التجارة الإلكترونية والاستفادة من التجربة الصينية.